اللي يصير بالعراق للأسف استيراد للتجربة اللبنانية الفاشلة، ثلث معطل وحكومة عرجاء لا تستطيع لحكومة تصريف أعمال، ولكن تمديد عمل هذه الحكومة وتوسيع صلاحياتها، لأن هذا يخدم المصالح الإيرانية للأسف، ويخدم ولا يخدم الشعب العراقي. مع احترامنا للحكومة الحالية، هي حكومة غير قانونية وغير دستورية منتهية صلاحيتها، وأي تفسير ومحاولة لاستمرارها أو توسيع صلاحياتها هو مخالف للدستور ومخالف للعرف السياسي. لاحظنا كذلك السيد بن صالح قام بنفس الشيء لمحاولة تمديد وجوده في الحكم بالرغم من انتهاء فترته الرئاسية، بانتهاء بحسب الدستور بانتهاء انتخابات الأولى وفوز برلمان جديد. كيف يمكن لرئيس جمهورية انتخب في برلمان السابق أن يستمر في برلمان الجديد لم ينتخب رئيس جمهورية جديد؟ هذه كلها تناقضات خطيرة، وللأسف المحكمة الاتحادية وقفت مع هذه المواقف العرجاء أو العوجاء ضد مصلحة الشعب العراقي وضد الدستور أولاً.